نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بفقرة الأخبار اللي حدثت بالأمس. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها إطلاق منصة مصر الرقمية وافتتاح محطة إنزال الكابلات البحرية في رأس غارب والزعفرانة وسيدي كرير. كمان افتتح السيد الرئيس مركز البيانات الدولي بالقاهرة ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة لمراكز إبداع مصر الرقمية وتطوير متحف البريد المصري. وكمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد فعاليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان اتكلم خلال الافتتاحات عن أهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وقال سيادته أن تكلفة الشبكات الرقمية المؤمنة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتبلغ 100 مليار جنيه فقط كإنشاءات مدنية. وقال كمان أن الشبكة محصنة ولا يمكن اختراقها لأنها على عمق 15 متر تحت الأرض وبتضم الخوادم الرئيسية للشبكة الرقمية. أنت بتتكلم حضرتك على الكلام اللي اتعملت بيه المراكز، لكن ما اتكلمتش على ان المنشآت اللي اتعملت فيها المراكز دي اتكلفت كام. صح، مش كده ولا انا؟ صح. وانا بقول كده للناس اللي موجودة دلوقتي وبتسمعني، لان احنا عملنا يعني رئيسي وتبادلي، مش كده؟ صح. التبادلي لوحده متكلف بنية انشائية يا دكتور مصطفى 10 مليار جنيه. صح، لوحده. صح. والتاني كام؟ أكتر شوية. الأصلي أكتر شوية. طيب أنا بقول كده للي بيسمعني ليه؟ لأن في كتير مننا محتاج، أنا آسف إني قطعتك وقطعك، لأن الفكرة هنا وإحنا بنتكلم عايزين لما نيجي نتكلم على موضوع دايماً أقول منين وبكام؟ ليه إحنا عملناه؟ إحنا بنقول دلوقتي، لكن إحنا عملناه بكام؟ وده جاي منين؟ المراكز دي معمولة محصنة لا يمكن يعني الاقتراب منها، صح كده؟ صح كده. خالص بأي شكل من الأشكال. وعشان تتعمل بالطريقة ديت 15 متر تحت الأرض، مش كده يا دكتور مصطفى؟ أنت بتتكلم المركز الواحد يكلف 10 مليار جنيه على الأقل إنشاءات مدنية عشان أوفر مكان تحط فيه اللي هي مراكز اللي بتسموها الخوادم الرئيسية اللي اتعملت في الموضوع. الدكتور عمرو بيتكلم على التكلفة المالية بتاعت الشبكات اللي جوه المركز، مش حتى الشبكه اللي بتتصل بال 20,000 مبنى اللي بيتكلم عليهم اللي احنا بنربط بيها الدوله او اللي بتربط بيها الحي الحكومي. يمكن الواحد من فتره للتانيه بقى ينتظر الافتتاحات دي تحديدا، لان اهم ما يميزها فكره المكاشفه والمصارحه واطلاع المواطن على حقيقه ما يحدث في مصر تحديدا من متغيرات، وازاي الحاجه بيتم بنائها وتوفير المخصصات والموارد الخاصه بيها. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان اتكلم عن التعليم في مصر، وقال ان ثقافه التعليم محتاجه انها تتغير بحيث ان يكون الهدف مش مجرد حصول الطالب على شهادة جامعية، لكن أن الطالب يدرس التخصصات الجديدة اللي بيحتاجها سوق العمل، علشان كده بيتم إنشاء عدد من الكليات والجامعات اللي بتوفر التخصصات التكنولوجية الجديدة زي الذكاء الاصطناعي. أنا قلت أن احنا نتكلم عن ده شوية، لأن حتى الأرقام اللي ذكرها دكتور عمرو في العوائد اللي تحصلنا عليها لا تتناسب مع حجم وعدد الناس اللي في التعليم عندنا او المتخرجين. توافقني على كده؟ تمام يا فندم. هي يعني محتاجه بناء سنوات ورا سنوات وخبرات ورا خبرات. طيب انا بجيبه هنا ليه؟ لان انتم لما تشوفوا من اول مصنفوا البيانات لغايه مصمم الدوائر الالكترونيه ده اعلى مستوى، مش كده يا فندم؟ صح يا فندم. طيب انا عايز اقول لكم ان احنا هنشوف في الفتره الثانيه مجموعة من الشباب اللي هم ممكن يكونوا في أعلى مستوى. صح. وده اللي احنا بنستهدفه. لكن وإحنا رايحين في التعليم ده اللي احنا بنتكلم فيه، أنا بكلم كل المصريين، ثقافة التعليم اللي احنا ماشيين بيها ثقافة التعليم وليس مناهج التعليم. اللي احنا ماشيين بيها ثقافة التعليم محتاجة إن هي تتطور وتتعدل.
كل هدفكم ان الولاد يبقوا معاهم والبنات معاهم شهادات، وبعدين ما بقاش في فرص عمل ليه. النهارده بعد ما بنشرح الشرح ده وبنتكلم في النقطه دي، بقى في عليه مسؤوليه مننا كلنا، من الحكومه، من الاعلام، من الاسر، عشان نبقى فاهمين ان احنا عندنا فرص حقيقيه، وممكن نكون ماشيين في مسار بنتعلم بيه، ولكن التعليم ده ما بيحققش المطلوب. وخلال الجلسة الحوارية للشباب المستفيدين من منح وزارة الاتصالات، سيادة الرئيس قال إنه إحنا محتاجين قطاع للتكنولوجيا يكون رائد في مصر ويكون قاطرة زي ما حصل في دول كتير، وعايزين نعمل ده في أقل مدة زمنية ممكنة. أنت قلت لي مثلا دعم استثمارات، قول لي يعني أوديك فرصة تفكر أنت وزمايلك اللي شغالين في المجال وتحط لنا ورقة تقول لنا إحنا محتاجين نعمل، نساعدكم ازاي يا دكتور مصطفى؟ عشان يعني انا احنا شاكر جهودكم ان انتم عملتوا ده بنفسكم، لكن احنا ممكن كدوله، لان احنا محتاجين ان القطاع ده يبقى رائد جدا في مصر، وان يبقى هو قاطره زي ما انت ذكرت كده، زي ما حصل في دول كتير. بس انا ما عنديش الوقت الكبير قوي بتاع 30 40 سنه اللي انت بتتكلم عليهم دول. صحيح ما عنديش 30 40 سنه، انا عايز اعمل ده ما اعرفش ازاي في أقل مدة زمنية ممكنة. مش هقدر أقول إن إحنا، لأن ده علم وخبرات يعني ما حدش هيقدر يتجاوزها يعني، لكن بإن أنا أضغط بالجهد بالاستثمار وبقسوة على نفسنا عشان نقدر نحقق ده. فأنا هسيبك أنت وزمايلك 30 شركة دول، أنا مستعد أعمل لكم اللي أنتوا عايزينه كله ليه 30 شركة. بكرة بإذن الله وقفة عرفات، كل سنة والمصريين والوطن العربي والإسلامي بألف خير. علشان كده الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وده بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1443 هجريا. وأكد الفريق أول محمد زكي في البرقية إن رجال القوات المسلحة يؤكدون استعدادهم الدائم للبذل والعطاء، ماضين خلف قيادتكم الوطنية لإعلاء مكانة أمتنا المصرية وحماية مصالحها وأهدافها العليا. وكمان بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. كمان امبارح كان في اخبار تانية كتير، ابرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وده لمتابعه الاجراءات المتعلقه بتخصيص الاراضي الصناعيه، وكمان استعراض المخطط العام لمشروع العلمين ريفيرا السياحي بالمنطقه الغربيه بمدينه العلمين الجديده، ونفي الحكومه للشائعات اللي ترددت حول الغاء اقامه صلاه عيد الاضحى بالساحات والمساجد الكبرى. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وكمان عقد رئيس الوزراء اجتماع استعرض فيه عدد من المشروعات الإنتاجية والصناعية المقترحة من جانب إحدى الشركات المصرية للاستثمار في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع وجه الدكتور مدبولي بسرعة دراسة المشروعات المطروحة واللي متلائمة مع الفرص الاستثمارية اللي أعدتها وزارة الصناعة واحتياجات التوسع في السوق المحلية خلال الفترة اللي جاية. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية، وأكد أنه هيتم طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال نظام التمليك بتكلفة مرافقها فقط أو من خلال نظام حق الانتفاع، وده علشان تشجيع قطاع الصناعة اللي بيعتبر أهم قطاعات التنمية. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لاستعراض المخطط العام لمشروع العلمين ريفيرا السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وقال إن مدينة العلمين الجديدة بتشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخم، وإنه بيتم العمل على جذب المزيد من المشروعات السياحية في المدينة اللي بتعتبر درة الساحل الشمالي والبحر المتوسط وبوابة مصر من جهة الساحل الغربي، وده هيساهم في سرعة تنمية المدينة وخلق فرص للعمل والاستثمار.
كمان امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقرير من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حول نتائج الدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2022 اللي بتحظى برعاية السيدة قرينة رئيس الجمهورية للمبدعين من الأطفال والنشء من 5 ل 18 سنة. وكمان اطلع على نسخ من أعمال الفائزين بفروع الجائزة المتنوعة، وأشاد رئيس الوزراء بالمنتج الفكري المميز لهذه الجائزة المهمة واللي بتعد إنجاز جديد للدولة المصرية بيجسد التزام الوطن بتنمية مواهب الأطفال والنشء لتشجيعهم على الإبداع والابتكار. امبارح برضو الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت عن إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، وقالت إن الكلام ده مش حقيقي وما صدرش أي قرار بكده، وصلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى دون إلغاء. وكمان تم تفويض مديري مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى. نروح لجولة أخبار المحافظات، لأن امبارح في أخبار كتيرة يعني كالعادة بتحصل في المحافظات، يمكن أهمها تنفيذ 28 مشروع خدمي في فقوس في الشرقية بتكلفة بتقدر ب 2.6 مليار جنيه. أما في سوهاج تم الانتهاء من التخطيط لمشروعات المياه اللي هيتم تنفيذها في المرحلة الثانية ضمن حياة كريمة. وفي محافظة إنا كمان تم تنفيذ حقل إرشادي لزراعة قصب السكر باستخدام الشتل، والري هيكون بالتنقيط، وده استخداما لوسائل التكنولوجيا الحديثة لتوفير المياه. أخبار تانية كتير من الغربية واسكندرية والإسماعيلية وغيرها هنشوفها وهنتابعها في التقرير التالي. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتير امبارح. الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استعرض نسب تنفيذ 28 مشروع خدمي وتنموي بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة مالية بلغت 2.681 مليار جنيه. في سوهاج انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي من التخطيط لإقامة قائمة المشروعات اللي هيتم تنفيذها بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. في الغربية تم افتتاح مدرستين وثلاث ملاعب كرة قدم بتكلفة 17 مليون جنيه، وده في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى التاسعة لثورة يونيو المجيدة. في الإسكندرية تم إجراء المرحلة الثانية من القرعة العلنية للباعة الجائلين لتخصيص المحلات للترخيص بحق الانتفاع بسوق محطة مصر الحضاري، وده بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجمعية الباعة الجائلين بالإسكندرية. القرعة تمت باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي. في الإسماعيلية اختتمت منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 11 سنة والمقامة بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس. وفي منافسات فردي الأمل بنات فازت اللاعبة رقية سعد حامد من النادي الأهلي بكأس البطولة، وفي المركز الثاني اللاعبة جمانة طارق قدري من نادي القناة الرياضي، وجت اللاعبة ندى محمد علي من نادي سموحة في المركز الثالث. في الوادي الجديد انطلقت مبادرة لتسكنوا إليها، وده في إطار المبادرة المجتمعية اللي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون والتنسيق مع منطقة الدعوة والإعلام الديني بمحافظة الوادي الجديد. في الجيزة تم الإعلان عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وده تحفيزاً للمواطنين على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظاً على البيئة والنظافة العامة. وتشمل المجازر اللي قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين 21 مجزر. في سوهاج نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة سوهاج القافلة الطبية المجانية اللي انطلقت لتقديم خدمتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة السيدات الحرفيات بجزيرة شندويل بصفة خاصة وأهالي القرية بصفة عامة. في قنا تم تنفيذ الحقل الإرشادي النموذجي بقرية المخدمة التابعة لمركز قنا ضمن المشروع القومي لزراعة محصول قصب السكر باستخدام أسلوب الشتل والري بالتنقيط، وده في الموسم الربيعي 2022 لزيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الري.